جمال الباحة قديش حلوة. انت تصور؟ طب خليني اقول لكم، احنا اليوم في اخر يوم لنا في الباحة، واليوم هو ثالث يوم للمغامرة مع شركة سوزو. رحلة كانت جميلة بكل المقاييس، المعنويات اعلى شيء، يعني خدت تجارب ما توقعت في حياتي ممكن اخوضها. خليني ابدا لكم ستيب باي ستيب. اول شيء رحنا على دهبان استمتعنا فيها، شدينا على السيارات مرة، جربناها في ذهبان، في الرمال، في التطعيس، في البر، في الصعود، في النزول، مع الوزن، بدون الوزن. في بداية الرحلة هكذب عليكم، صراحة كنت شوي متوترة، كنت يعني حاسة أنه هي تجربة أنا أول مرة أخوضها، رحلة بر بالكامل 3 أيام، غريب على بنت أصلا، لكن صراحة كانت المعنويات في شركة أسوزو رائعة. خليني أقول لكم، ثاني يوم رحنا عروس المملكة الطايف الجميلة بأجواءها، باستقبال أهلها، قد إيه الرحلة البرية كانت رائعة. انتقلنا من ذهبان إلى الطايف، من بين جدة والطايف، جربنا الصخور الكبيرة، جربنا الوديان، جربنا الصخور الصغيرة، جربنا التراب بأنواعه. طايف الجميلة طبعا سقنا فيها سيارة MUX، سيارة عائلية 7 مقاعد، مريحة جلد، في منها خيارات كثيرة، في تكون فول أوبشن، وفي نص فول، وفي أيضا تكون الستاندرد العادية، تقدروا تستمتعوا فيها العيلة كلها، تقدر تطلع الطايف وتستمتع بجمال الطايف. انتقلنا طبعا من بعدها اللي هي كانت اليوم من الطائف إلى الباحة بتجربة شوي قاسية كانت جدا على السيارات، بعض المقاطع شفتوها في الفيديوهات السابقة. جربت تجربة السواقة في الصخور، استمتعت فيها مرة، قلت لهم لا بلاش أنا أسوق في الصخور، جديدة علي أول مرة أجربها، لكن التجربة كانت تستحق صراحة، كانت رائعة. ومنها مسكنا الطريق، طلعنا على الجبال، العقبات، تعتبر عقبات الباحة من أكثر الأماكن خطورة وجمال، خليني أقول لكم تستاهل المغامرة في الباحة. مثل ما كلكم عارفين، كل ما ارتفعت المنطقة كل ما قل الأكسجين، ولحصول انفجار سواء في البنزين أو الديزل يحتاج إلى الهواء. طبعا يقل الهواء فترتفع حرارة أي سيارة كانت. حاولنا نشد، صورناها على منصاتنا في التواصل الاجتماعي على RPMات 4100 ثابتة لمدة أكثر من دقيقة، وهذا كان تجربة كافية لتحدي الحرارة على صعود العقبات حقت الباحة، المعروفة من أقوى العقبات اللي موجودة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في رحلتنا للباحة، وأنا استمتعت، شكرا شركة سوزو، استمتعت معاكم، رحلة كانت أخوية، كنا محاطين كلنا بمعنويات عالية. شكرا للفريق كامل اللي كان موجود معانا، شكرا لفريق أيسوزو العالمية اللي كان حاضر معانا، شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من علق، شكرا لكل من شارك في رأيه، شكرا لكل من دعانا. إن شاء الله انتظرونا في تجارب أخرى، ويعطيكم ألف عافية.